فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درس سابق أن الرفع، يعني رفع اليدين، يكون موافقا للتكبير سواء بسواء. ذكر إيش؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرفع، رفع اليدين، يكون موافقا للتكبير سواء بسواء. هذا وجه من الوجوه التي ذكرها، هذا وجه من الوجوه التي ذكرها، أنه يبدأ مع الرفع وينتهي مع نهاية الرفع. نعم. سؤاله حفظك الله يقول: كيف يكون الحال إذا رفع وقام من التشهد الأول؟ إذا إيش؟ كيف الحال وكيف يفعل إذا رفع من التشهد الأول، قام من التشهد الأول، هل يرفع يديه؟ في وقت رفعه قيامه، في وقت قيامه، في وقت قيامه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.